هذا الاتصال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء وهي الجهة الرسمية المعنية بنشر الإحصاءات بالمملكة. ينضم معنا المتحدث الرسمي باسم الهيئة الأستاذ محمد الدخيني. مساك الله بالخير أستاذ محمد، كل عام وأنتم بخير وبارك الله في جهودكم. أهلا وسهلا أخي جمال، نرحب بك وبالمشاهدين والمشاهدات جميعا. وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم ونعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى. اللهم آمين. أستاذ محمد، حدثني عنها يمكن أهم الإحصائيات أو أحدث الإحصائيات المتعلقة بعدد حجاج هذا العام، والأهم كيف تم جمع هذه البيانات؟ تفضل. عدد الحجاج الإجمالي الذي أعلنت بها العامة للإحصاء هو 1,833,164 حاج وحاجة، هذا هو العدد الإجمالي لحجاج موسم 1445 للهجرة. آلية الجمع لهذه البيانات أو كما نسميها في علم الإحصاء منهجية احتساب هذا الرقم هي منهجية مبنية على البيانات السجلية واعتبارها المصدر الرئيسي لهذه البيانات وفق العمل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن لتوفير البيانات وفق نموذج موحد لطلب البيانات. نطاق العجز الخاص بأعداد الحجاج شمل طبعا المسافرين القادمين بغرض أداء فريضة الحج لعام 45 من خارج المملكة والمواطنين والمقيمين الحاصلين على تصريح الحج لحج عام 1445. والشيء بالشيء يذكر عندما نتحدث عن الحجاج من الداخل والحجاج من الخارج، فعدد حجاج الداخل بلغ 221,854 حاج وحاجة، فيما كان عدد حجاج الخارج 1,611,310 حجاج. جيد أستاذ محمد، هذه البيانات الإحصائية تسأل يمكن كيف يتم استخدامها لخلينا نقول تحسين التخطيط والتنظيم لموسم الحج؟ نعم أخي جمال، القاعدة الرئيسة في هذا الموضوع هي أنه ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، وبالتالي لا يمكن تحسينه وتطويره. وبالتالي العمل على تطوير أي منظومة عمل أيا كانت لابد أن تكون مبنية على إحصاءات دقيقة وموثوقة، على مؤشرات واضحة تقيس مدى توفر هذه الخدمة ووصولها لمستحقيها، وأيضا مدى الاستفادة منها وتقييمها لدى المتلقي هذه الخدمة. وهذه العناصر التي ذكرناها حول موضوع الإحصاءات من حيث توفيرها وشموليتها وموثوقيتها وأن تكون أيضا إلى المستفيد من هذه الخدمة وهو الحاج والحاجة، منظومة من العمل الإحصائي في حج عام 45 ذهبت لتوفير هذه البيانات التفصيلية لأنها تنعكس مباشرة على تطوير الخدمة في العام القادم، وبالتالي لا يمكن أن تقدم الخدمات بهذا المستوى الراقي الذي يشيد به الحجاج أولا قبل حكوماتهم وقبل القائمين على أعمال الحج. لا يمكن أن تصل إلى هذه المرحلة من الرضا إلا أنك خططت بشكل جيد ونفذت بشكل أيضا جيد لتصل إلى هذا الرضا من الحجاج والحاجات. وضيفكم الذي في الاستوديو قبل قليل في جانب من حديثي يؤكد على هذه النقطة، وهو الحديث الذي يملأنا فخرا واعتزازا بانتمائنا إلى هذا الوطن العظيم عندما نجد هذه الثناءات من القاضي والداني لهذه الخدمة ومستوى تقديمها وإدارة الحشود المليونية بهذا الإتقان خلال أيام محدودة وفي منطقة محدودة، وأيضا في إطار تعبدي لله عز وجل أن تدار بهذه الاحترافية، هي مسألة ليست سهلة، ولكن المسؤولين في هذه الدولة والمواطنين أيضا حريصون على أن يقدموا الخدمة وفق ما يحقق هذا الانطباع قربة لله عز وجل أولا، وواجبا ندين به لله عز وجل أن مكننا من أن نكون خداما لبيت الله الحرام. وبالتالي هذه الأرقام هي المفتاح رقم واحد للتحسين وتجويد الخدمات للحجاج.